والحمد لله يعني السيدات كتمر باجواء رائعه، اجواء اللي واحد راح المسؤوليه راح للمجموعه الحمد لله كشو. مباراه نهائيه هذه قلت ما كتحتاج الزمن، كلشي مستعد، كلشي مجد، بقى غير نتسناو التوقيت ديال الغد ان شاء الله باش نكونوا موجودين باش نقدموا شي مباراه كبيره اللي تربينا وتربي الجماهير ديالنا لا سيما امامهم. كنتمنى ان شاء الله نكونوا استخلصنا بزاف الحوايج اللي غتنفعنا في مباراه الغد، ونتمنى ان شاء الله تكون شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله يتسهل الموريف في المباراه. وبالفعل يعني ماشي غير الجمهور، اي واحد اي ودادي ولا اي مغربي فهو كيتمنى الفوز بهذا اللقب هذا، اللي خصنا نديو ان شاء الله بجميع المقومات ديالنا ان شاء الله، وجميع غنديروا جميع القوه ديالنا ان شاء الله باش نحاولوا ما امكن نفوزوا بهذا اللقب، لا سيما في هذه الظرفيه هذه اللي افتقدنا فيها واحد الاخ ديالنا وواحد العنصر من المجموعه من العائله. كنتمنى ان شاء الله غدا نقدموا كل شيء ما عندنا ان شاء الله باش نحاولوا ما امكن نسالوا موريا ونفوزوا بهذا اللقب ان شاء الله. نروح ابتدائي كما كتعرف كدوز واحد الاجواء عائليه، الدراري كل عارف بالمسؤوليه اللي عليه. الحمد لله وصلنا لهذا النهائي هذا كنمثلوا في المغرب. الكل المغاربه غيكون قلوبهم معنا باش ندوز واحد الماتش مزيان هنا في كازا اللي خلينا نمشيو مرتاحين لجنوب افريقيا ان شاء الله باش نجيبوا هذا الكاس اللي في اول نسخه ليه ان شاء الله وندخلوا للمغرب ان شاء الله. كما كتعرف انا لعبت ربعه النهائيات كاملين كانوا في ربحناهم. كنتمنى يكون هذا النهائي الخامس ليا في الكارير ديالي اللي مع هذا الفريق الكبير هذا باش نحقوا هذه النسخه هذه الاولى ديال هذا السوبر ليغ، وان شاء الله غادي يكون الخير ونكونوا فرحانين ان شاء الله في نهار 11 في ان شاء الله. I think tomorrow will be a very big day because it's a very good team. They have to reach the final like us. They like to play soccer, and we have to see. We are looking for the videos, and we are prepared for it. So inshallah, tomorrow we will win the game, and then inshallah next week we have to finish it. To support us, like alhamdulillah, they are always with us. So inshallah tomorrow that we will be there in the stadium and we feel their support. So inshallah it will be a very big difference for us at home and away. What you said, like it's the first tournament, the African tournament, the football league, and alhamdulillah we reached the final again. What you said, three times in a row. So like we, that's a very big clip, and that is what they have to do. And I think also we have to finish this final, so we will stay with the cup out of this week inshallah.